السلام عليكم. ان شاء الله بعرف تروح نبلش شرح جزئيه ال 3D في تشابتر 3. هسه هون هاي البروبلم بعطي بدنا نحل بس واحده منهم وهي كافيه للحل. بحكي لي بكل بساطه انه في عندي ازاحه عند D1 الاكس D1 واي D1 زد. بقول لي اوجد الديسبيسمنت على المحور اكس بار. بقول لك تمام. اول شغله احنا اتفقنا بال 3D دائما لازم نطلع الاحداثيات، يعني اذا انا بدي انا احداثيات اي واحده بدي اطلع سي اكس وسي واي وسي زد. CX هي إيش؟ هي إحداثيات الفرق النقاط، يعني مثلا هذا إليمنت 1 2 تعتبره زي هيك، إنه هاي الأكس أكسس قايل إنه هيك، فبالتالي بدي أقول هي الإحداثي الإكس لهاي ناقص الإكس لهاي، فعشرين ناقص صفر على طوله. قديش طوله؟ طول الإليمنت بقول جذر اللي هي 20 ناقص صفر تربيع زائد 10 ناقص 0 تربيع اللي هي جذر سي اكس زائد سي واي زائد سي زد زائد 6 ناقص 0 الكل تربيع. وتساوي جذر 20 تربيع زائد 10 تربيع زائد 6 تربيع بتطلع معي 23.15. فعلى 23.15 هي كوساين الزاويه على الاكس، كوساين الزاويه على الواي 10 ناقص 0 على 23.15، وسي زد هي 6 ناقص 0 على 23.15. بعدين إذا بدي الديسبليسمنت، فبنعرف إنه الديسبليسمنت يو 1 بار، أو بشكل عام نحن عنا كانت المصفوفة هي عبارة عن إنه يو 1 بار في 1 بار ودبليو 1 بار مثلا. شو تساوي سي اكس سي واي سي زد في U1 U2 U3. فبالتالي U1 بار راح تساوي عندي CX اللي هي CX في U1 زائد كل عمود في صف، ف CX U1 زائد CY في مين؟ في U2 طبعا هي U1 V1 W1 زائد CZ في إيش؟ في W1 بس هاي هي U1 بار. طبعا ما عندي V2 بار أو كذا، خلص باتجاه الإكس أكسس، يعني زي أخذنا المحصلة وهكذا، يعني الباقي نفس الفكرة بس إنه ممكن يكون في سوالب ممكن يكون في موجب وهكذا. يعني هذا مثلا زي هذا طوله 5 ناقص 2 كل تربيع زائد 4 ناقص 0 الكل تربيع زائد سالب 1 سالب 2 الكل تربيع تحت الجذر مثلا هذا، وطوله زي هيك. ليش أركز على البروبلم اللي بيعطيني الاحداثيات؟ أنا نركز على هذول. هسه هون شو بحكي لي مثل ما اتفقنا سابقا انه احنا لما يكون عندي 3D لازم نعمل اكثر من شغلة. مثلا احنا نعرف انه الستيفنس ماتريكس كي بيساوي تي ترانسبوز في كي فتحة في تي. هذا المعلومة حكيناها سابقا، هاي المعلومة حكيناها سابقا. طيب ونركز انه ممكن نصنفها اكثر، انه كي بتساوي اي على ال كونهم بارس في لامدا وسالب لامدا وسالب لامدا ولامدا، يعني مصفوفة سيمتري، وحيث اللامدا كانت هي مصفوفة طبعا من قبل، هي سي اكس تربيع سي اكس سي واي سي ايوه نكمل بس الفيديو قطع، سي اكس سي واي سي اكس سي زد، وكذلك هون سي اكس سي واي سي واي تربيع سي واي زي زد ولا اخره. طيب شو بدنا نعمل هسه؟ راح نطلع لكل إليمنت، يعني مثلا هاي إليمنت 1 هاي إليمنت 2 هاي إليمنت 3 وهاي إليمنت 4. عندي 4 إليمنت. طيب شو بدي اسوي فيهم؟ بدي اعمل اطلع لكل واحد لامدا، يعني في تفصيل الحل بدي افصله اكثر. يلا بدي اطلع الال لكل إليمنت. يلا الإليمنت الأول من 1 لـ 2 مثلا، أعتبر الإليمنت الأول من 1 لـ 2 اتجاهه زي هيك. بده يكون عندي جذر تربيعي، لا
صفر ناقص أربعة كل تربيع زائد دائما البعيد ناقص القريب. أربعة ناقص أربعة اللي هي صفر، أربعة ناقص أربعة كل تربيع زائد صفر ناقص ثلاث كل تربيع وتساوي خمسة، تساوي خمسة. فـ CX تطلع معي دائما لو جوا القوس على طوله، يعني سالب أربعة على خمسة. CY صفر، CZ سالب ثلاث على خمسة. فطلعت هاي، بطلع من خلالها لمدة، بطلع من خلالها لمدة، بس أطلع لمدة يعني لمدة CX CY وعلى آخره. يعني بتطلع معي مثلا CX CY أربعة على أربعة خمسة ضرب ثلاثة على خمسة بوينت أربعة ثمانية مثلا. يعني هاي تربيع، يعني هاي تربيع اللي بعدها صفر، بعدين سالب بوينت أربعة ثمانية وهكذا، صفر 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 سيمتري هي بوينت أربعة ثمانية، صفر بوينت ستة أربعة وهكذا. طبعا لازم أطلع AE على الأقل، لا ننساش المعلومة هاي. طيب أو الكي، لا آسف، هاي اللمدة الكي شو تساوي؟ AE على L في مين؟ في لمدة وسالب لمدة سالب لمدة ولمدة، لين المصفوفة الكبيرة. راح أورجيكم الحل بالمانيوال. المهم راح أعمل هذا الإشي لكل الإليمنت، يعني لكل الإليمنت، يعني من واحد لاثنين، من واحد لثلاث، من واحد لأربعة، من واحد لخمسة، أربعة إليمنت عندي. طيب بس نخلص بدنا نطبق الباوندري كونديشن. هسا شو قال لي؟ لو نطلع إحنا عنا على الرسمة عندي الباوندري كونديشن، قال لي all the coordinates all support are ball and socket. طيب هسا حسب المسألة عندي نوت 2 ونوت 3، نوت 2 ونوت 3 و 4 و 5 سبورتات، ما راح يصير اي حركة، مبين انه ما في يصير اي حركة، فبضل صفر. فبضل عندي مين؟ U1 V1 W1 بس، ونحل طبيعي ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل. طيب لو بدي الاسترس، الاسترس كان القانون هو E على L، E على L مقسوم أو ضرب سالب CX سالب CY سالب CZ. طبعا هاي لكل إليمنت، في CX في CY في CZ في مصفوفة UVW UVW لكل إليمنت بس. يعني هاي هي الفكرة. طيب راح نطلع على حلهم مع بعض. توقع رقم 40 أو 39. طيب طبعا هذا البروبلم اللي حكينا عنه اول شيء، نطلع الطول، بس نطلع الطول ونطلع سي اكس سي واي سي زد، ومن خلاله بطلع يو 1 بار. نفس الشيء هون سي اكس سي واي، يعني فكره بسيطه جدا. طيب هذا التراس، طلعت ال الاليمنت الاول وال الاليمنت الثاني وال الاليمنت الثالث وال الاليمنت الرابع، وطلع سي اكس سي واي، طلعت لامدا لكل اليمنت هيهم، ومن خلاله طلعت الكي. هسا مين بهمنا آخر شيء؟ إحنا لما نعرف الباوندري كونديشن بصف عندي بس الإليمنت أو يو ون، يعني بدي بهمني راح بالنهاية أصير أجمع مثلاً 42,000 في هذا الرقم. طبعاً مش هذا الرقم، هي مفصلة أكثر، بس إحنا بصف عندي واحدة منهم، يعني بصف عندي واحدة منهم، يعني مثلاً يعني لامدا ون راح يهمني 42,000 ضرب بوين 64، 42,000 ضرب بوين 64 يعني 6 2 8 8 0. وهون نفس الاشي مثلا هون 0 52,000 في 0 فصفر، هون لمدة 31,000 في بوينت 3 5 6 نشيلها، طلع عندي 11 أربعة أربعة بوينت خمسة ثمانية. هسا هذول الثلاث لما أجمعهم، هذول أو الأربع أرقام لما أجمعهم واحد اثنين ثلاث أربعة، هذا واحد اثنين ثلاث أربعة، بالضبط أربعة إليمنت. لما أجمعهم بيعطيني مين؟ الرقم هذا. هاي لو أجمعهم أنا اثنين ستة ثمانية ثلاثة صفر ضرب اثنين، بالضبط طلع معي 64,495. طيب الرقم الثاني
مين مثلا بجمع هذا مع هذا مع هذا مع هذا ضرب كل الثوابت اللي جنبهم بيعطيني هذا، وهكذا من هاي كلها لمتة واحدة بتطلع بالنهاية، لأنه أنا صفرت البقية، ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل وبحل، ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل، هذا نفس الفكرة، عندي ثلاث سبورتات بيظل عندي هذا، وبحل كل إليمنت لحال، طلع الألات، طلع سي إكس وسي واي وسي زد، وطلع الأمتيات وبنفس الطريقة جمع، والستريس طبعا نساش إنه إي على أل في سي إكس وسي زد في هذول، وهذا نفس الفكرة، ما في شيء فروقات يعني، كلهم إن شاء الله بروبلم بسيطات، بروبلم بسيطات. طيب هسا بدنا نيجي لموضوع سبورت المائل، سبورت المائل مثلا لو نرجع بس للكتاب افضل، مثلا هاي المساله، هاي المساله هسا شو الفكره بيعطيني انه في عندي كلاينت، هاي اتفقنا انه لما يكون عندي سبورت مائل احنا بنحل طبيعي، بنحل طبيعي كيف يعني بنحل طبيعي، يعني ناخذ كل إليمنت لحال ولا بنفرق أي إشي إلا آخر إشي لما نصير نشتغل راح يكون عندي إنه راح يكون عندي البروسيجر، يعني إحنا نطلع الكي لكل إليمنت، كل إليمنت بعدين نعمل أسمبلي، بس نعمل أسمبلي بدنا نضرب هاي الكي بمصفوفة ثانية، نضرب هاي الكي بمصفوفة ثانية كان اسمها T1، والتي 1 اللي كانت عبارة عن Identity Matrix Identity Matrix ومصفوفة اسمها T3، وكانت T3 هي عبارة عن إيش؟ كوساين وساين الزاوية، كوساين ساين سالب ساين كوساين لمين؟ للزاوية مثلا هون 45، وشو نعمل؟ نعوض مصفوفة كاملة نضربها بالكي بتصير اسمها K داش، نضرب يعني T1 المطبق قانون T1 في إيش؟ في K، T1 في K، بس نجيبها بتطلع هي الستيفنس ماتريكس، الستيفنس ماتريكس او تي 1 في كي في تي 1 ترانسبوز اللي هي نفسها بتطلع نفسها. حليناها سابقا، يعني نرجع للبروبلم تلاقيني حليتها، وبعدين بتحل طبيعي بيطلع معك اربع معادلات او معادلتين او الى اخره، يعني هون يلا نيجي مع بعض وين المائل هذا مثلا، هيو نيجي للإليمنت الاول، الإليمنت الاول هيو بدي اعتبر انه CX صفر و CY واحد، يعني بدي أعتبر من واحد لثلاث فعل استفنس ماتريكس تبعيته، بعدين الإليمنت الثاني بدي أعتبره زي هيك ف CX واحد و CY صفر وبعمل استفنس ماتريكس تبعيته، الثالث بدي أعتبره من اثنين لثلاث، ومن هون أعتبره من اثنين لثلاث فيطلع معي CX سالب و CY موجب بالضبط، هيها CX سالب وسي واي هو عكسهم، يعني هو أخذه هيك، هو أخذه هيك من ثلاثة لاثنين. طيب بس خلصنا، طلع مين المصفوفة كاملة الأسمبلي، هاي كل الأسمبلي، بعدين طلع الترانسبوز، هاي طلع المصفوفة تي، لا هي ما بتنحل هيك، المفروض ايدنتيتي بعدين تي ثري أو حسب، آسف إحنا السبورت المائل هو مين اللي بالنوت 1، فبتصير المصفوفة الIdentity، يعني إحنا الIdentity كانت I T3 لما كان السبورت عند نود 3 عند نود 3، أما لما كان السبورت عند نود 1 راح تكون عندي هي T1 وهي Identity وهي Identity. طيب هيها في هاي المصفوفة Identity وهاي المصفوفة عندي وهاي T transpose طبعا تطلع مقلوبة طبعا أكيد مش نفسها، طلعت هاي تي ترانسبوز وراح ضربهم في بعض، طبعا اتفقنا كيف احنا بنضرب تي في كي في تي ترانسبوز، بس نخلص بصفة عندي بوندر كونديشن طبقناهم طلعنا هذول.